نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاوي. أيتها السيدات، أيها السادة، عالم القيم، كل البشر في حياتهم اليومية يستخدمون ألفاظاً ومصطلحات مرتبطة بعالم القيم. يقولون لك هذا شخص وفي وذاك غدار، هذا شخص خادع وذاك وفي، هذا شخص حسود وذاك ما بعينه شيء. وبالمناسبة القيم متعددة، وهي مادة ومقرر من مقررات أقسام الفلسفة وعلم الأخلاق. إذن القيم تنتمي إلى الأخلاق. ما هي القيم ولماذا؟ يعني ليش في قيم؟ ليش اخترع الإنسان القيم؟ اخترع الإنسان القيم كي يستطيع العيش مع الناس بصورة لا عدوان فيها أولا. وبالتالي القيم هي الصفات المحمودة التي يجب أن يتمتع بها المرء. ثم وضع الإنسان أو البشرية بعامة نقائض لعالم القيم المحمود أو القيم المحمودة، فوضع لكل قيمة نقيضة، فصار الكائن الذي يتمتع بعالم القيم التي تؤكد مكانة الإنسان وتؤكد حرية الإنسان وتؤكد حب الإنسان للإنسان وتؤكد أهمية العلاقة المعشرية بين الناس وتؤكد ما يمكن أن أسميه عالم المصالح المتبادلة بين البشر، كل هذا ضروري جدا لحياة البشر. لا يستطيع الكائن أبدا أن يعيش في عالم بلا قيم محمودة. تخيلوا لو أن البشر يعيشون في عالم القيم المذمومة فقط، لكانت الحياة مستحيلة. لكن الإنسان رغم حبه للقيم المحمودة ودفاعه عن القيم المحمودة وتوصيته بالقيم المحمودة وحفظه للحكم المتنوعة عن القيم المحمودة، فإنه يمارس القيم المذمومة. لماذا؟ ليش البشر يمارسوا القيم المذمومة؟ قبل ما أجاوب على هذا السؤال، القيم عمليا هي شيء مجرد. شو يعني مجرد؟ يعني هي جملة من الصفات التي اقترحها البشر لتبقى الحياة ممكنة. ولذلك صفة الصدق مثلا صفة مهمة جدا عند جميع البشر، وغالبا لا يكون الحكم الآمر أصدق لا تكذب. لا تكذب يعني كن صادقا.
إذا أنا بدي أعيش في مجتمع كله كذب لا أستطيع أن أسلك سلوكا له نتائج إيجابية محمودة. ما بقدر إذا كل الناس عم تكذب على بعضها شو بدنا نعيش؟ طبعا راح أفرد أنا حلقة خاصة لكل قيمة من القيم، لكن أنا الآن أتحدث عن القيم. هلأ بكل مجتمع له قيمه، بل بكل فئة من الناس لها قيمها، كل طبقة لها قيمها. واحد ممكن يقول لي بس القيم نسبية، يقول لك إيه القيم نسبية؟ شو يعني نسبية؟ يعني ما قد يكون محمودا هنا قد لا يكون محمودا هناك، ما يكون محمودا هنا قد يكون مذموما هناك، وقس على ذلك. لكن جميع البشر أينما كانوا يتفقون على الدفاع عن القيم المحمودة: الصدق، الوفاء، الحب، الصداقة. هذه قيم يدافع عنها جميع الناس. الصدق، في حدا بيقول أنا ما بحب الصادق؟ لا، أصلا أنت لما بتمدح شخص ما وتقول والله هذا صادق، عم تعطيه صفة إيجابية بحيث أن الآخر صار يثق به. إذا واحد عرف أنه كذاب ما عاد يثق فيه حتى لو صدق. تذكروا الراعي الكذاب، كل مرة عم يكذب على أهل القرية إنه إجا الذئب، يروحوا ما يلاقوا الذئب بطل يسدوا. مرة إجا الذئب وما صدقوا وأكل الغنم. معروف كنا وإحنا أطفال نتعلم هيك قصة. جميع الكتب السماوية تؤكد الصدق، جميع الكتب الأخلاقية تؤكد الصدق، وقس على ذلك. ألا لما بقول القيم بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن مكان لمكان ومن فئة لفئة ومن طبقة لطبقة، فعلا كل قيم، كل طبقة لها قيم، كل فئة لها قيم. يعني على الرغم من أنه كل القيم واحدة، لكن تحققها على الأرض مش واحد. أنت بتروح على مدينة أوروبية، في أوروبا في المدينة الأوروبية يقول لك الصدق مهم، صح؟ وعندنا بيقولوا الصدق مهم، قيم الوفاء مهمة، وعندنا قيم الوفاء مهمة. الخيانة قيمة سلبية، وين ما كان قيمة سلبية. لكن إذا كنت أنت في عالم محدود وعالم القيم فيه كتير قاسي، فأنت لا تستطيع إطلاقا أن تكون في مجتمع ضيق من جهة وتمارس قيمة الحب اتجاه المرأة كما تشاء. في الغرب تستطيع أن تمارس قيمة الحب كيف تشاء انطلاقاً من حرية الشخصين، انطلاقاً من حرية الشخصين. الاعتداء على المرأة اغتصاباً حالة مرذولة في الغرب. إذا حملت زوجتك على شيء لا تريده فأنت اغتصبت مثلا، بينما عندنا لا. بمعنى المجتمع هاد عنده هيك قيم، كل الاغتصاب، الاغتصاب ممنوع بكل العالم بكل المجتمعات، لا يجوز لشخص أن يغتصب امرأة ولا امرأة تغتصب رجل.
لكن مفهوم الاغتصاب نفسه هذا مختلف بين مكان ومكان. في مكان انه حتى زوجتك انت ممنوع تغتصبها، في مكان لا، زوجي من حقك ان تمارس معها الجنس اينما متى شئت. هذا اختلاف في عالم القيم. خذ الكرم، مش كرم قيمة؟ إذا رحت على مجتمع روسي ومجتمع ألماني ومجتمع عربي ستجد أشكال متعددة من علاقة الإنسان بالثروة. أنا عم بحكي من خلال التجربة. بمعاييرنا الروسي كريم، بمعاييرنا الروسي كريم، العائلة الروسية كريم، بمعاييرنا الألماني، بمعاييرنا بخيل. العربي بخيل كريم، عنده في متنوع المجتمعات فيها بالبخل والكرم. هلأ البخل بالمعايير الألمانية اقتصاد، اقتصاد انت مقتصد، بينما هذا البخل في المعايير العربية انت لديك صفة سلبية، سلبية جدا، لانه البخل هو ان تجعل يدك مبسوطة كل البسط. الكرم أن تجعل يدك مبسوطة كل البسط، البخل أن تجعلها مغلولة إلى عنقك، ما بتعطي إيش، هذا بخل. وبالتالي عندما يكون في مجتمع ينظر إلى البخل على أنه نمط من الاقتصاد والتدبير وإلى آخره، لا يعتبر أن عندما تكون يده مغلولة إلى عنقه أن هذا صفة مرذولة، هي صفة تدبر مثلا، وبتختلف. وبالتالي لذلك حتى باسكال بيقول الحقيقة ما قبل جبال برنيه خطأ ما بعد. الخطر على عالم القيم منين بيجي؟ على القيم المحمودة، مش من وجود القيم المذمومة فقط. كل المجتمعات تمارس القيم المذمومة، كل المجتمعات تمارس القيم المحمودة. بتلاقي الكذاب وبتلاقي الصادق، بتلاقي الكريم وبتلاقي البخيل، بتلاقي هذا العدواني وذاك الذي يحب الآخرين بكل المجتمع. الخطر على القيم يا زملاء يا سادة يا كرام، عندما تكون هناك سلطة خالية من القيم وتفرض قيمها السلبية على المجتمع، فتغدو القيم السلبية نمط حياة الناس. هذا شيء خطير، هذا شيء خطير. لكي تعيش عليك أن تكذب، لكي تعيش عليك أن تسرق، لكي تعيش عليك أن تتزلف، لكي تأمن عليك أن تكون ظاهرا وباطنا، كي تحافظ على وظيفتك عليك أن تكون انتهازية، كي إلى آخره. هلأ أي سلطة تفرض هذه القيم على مدى عشرات العقود فإنها تخرب الحياة المعشرية. طلع مرة على التلفزيون امرأة تتحدث عن أن الذي اعتقلها أخوها. شو الأخوة قيمة من القيم العليا عند كل البشر بالمناسبة. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. الأخوة، ومع ذلك عندما تتحطم القيم أيضا تتحطم قيم الأخوة.
فتصبح القيم السلبية غير المحمودة المذمومة نمط حياة، وهذه خطورة. ما بعدها خطورة، أن يصبح المجتمع عالم بلا قيم. لذلك ما هو معيار القيمة المحمودة يا زملاء يا سادة يا كرام؟ القيم المحمودة معيارها أن تعترف بأن الإنسان هذا الذي تعيش معه قيمة بحد ذاته، أي قيمة الإنسان. أنت تصعد مع سائق تاكسي، هو مهنته سائق تاكسي، أنت مهنتك افترض مدير شركة، خربت سيارتك بدك تطلع مع سائقتك، أنت مو أحسن من سائق التاكسي ولا سائق التاكسي أحسن منك، هذا إنسان مثلك مثله. يجب أن تكون القيم هي الحكم بينك وبينه. افترض أنه سائق التاكسي عرف اللي ساك اللي 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 جنبه رجل غني وأراد أن يطمع بأجرة أعلى، هو لم يعامله كإنسان، عامله كجيبة فيها نقود، فضاعف المبلغ 10 أضعاف. هو لم يعمله كإنسان، إذن هو عمليا مارس قيمة الطمع السلبية. الإنسان طمع، يطمع. القيم بتقول لك لا تطمع يا أخي بالآخر، عاملك كإنسان فقط. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيلوا ما أجمل هذه، ما أجمل هذا القول. في القيم الإيجابية يعني أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ببساطة باختصار. من هنا الثورة على نظام يحطم القيم يعني إعادة بناء عالم مليء بالقيم. أنت لا تستطيع أن تمارس ثورة ضد نظام سلطوي بلا قيم بأساليب أيضا بلا قيم مثلك مثل. أنا أريد أن تنتصر القيم في المجتمع، يصبح كل إنسان قيمته ومكانته. الاحترام من أهم القيم، الاحترام من أهم القيم. أن أحترم الآخر شو يعني؟ أن أعترف بقيمته كإنسان. عندما تشتم الآخر أمامه وبوجهه وهو ضعيف ولا يستطيع أن يرد لك الشتيمة، فأنت مارست العنف ضد الآخر، وبالتالي حطمت قيمة احترام الإنسان للإنسان. أرأيتم أن الحياة بلا قيم مستحيلة؟ ولهذا في هذه الحلقة، في حلقات قادمة، سأحدثكم عن كل قيمة من القيم وأهميتها ونقيضها وخطورتها. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.